فراخ بالبسلة مشوية. تعالوا نشوف هتتعمل ازاي. فرخة كاملة، 4 كوبايات بسلة، بصل متقطع حلقات، عايز بصلاية واحدة متقطعة حلقات، ملح وفلفل، ورق نعناع، وراس توم كاملة. لو عندنا توم كبير هتبقى راس توم واحدة، لو عندنا توم صغير عايزين راسين توم في الوصفة دي. طب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه وازاي هنوصل لأفضل طعم من المكونات دي. أقول لكم حالا دلوقتي، جبت هنا طاسة حطيتها على النار. أنا هنا في الوصفة دي مش هستخدم دهون خالص، وأنا دلوقتي بس عايز أقول أنا عملت إيه. أنا مش هستخدم دهون خالص في الوصفة دي. أنا عملت إيه؟ جبت البسلة نزلتها في الطاسة وبقلبها. طب هي ليه بتلمع كده؟ بتلمع ده بسبب المية اللي موجودة جواها. المية بدأت تنزل سنة فبتخلي لونها لامع، لكن هي ما عليهاش أي نقطة زيت خالص. طيب هعمل ايه كمان؟ البصل مش هحطه معاها دلوقتي، بس هحط معاها نص كمية النعناع وهو صحيح كده. حلو. وبعدين هقلب النعناع معاها، حطيت عليها ملح وفلفل. بصوا لما حطيت النعناع بدأت اشم ريحته مع البسلة. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي عايز اضيف مية. وليه هضيف مية؟ وعايز المية دي تسخن، عشان المية دي هتساعدني على ضرب البسلة. هتشوفوني دلوقتي وانا بضرب البسلة حالا، عايزة بس تاخد غلوة كده مع نفسها. ونجيب إناء نضرب فيه، ندي هنا تقليبة سريعة. بصوا بقى البسلة هنا بدأت تغلي غلوة بعد ما خدت النعناع وخدت الملح والفلفل، خدت نعناع وملح وفلفل بس. هعمل إيه؟ هبقى محضر معايا الهاند ميكسر أهو، هجيبه هنا هوت، روح نازل بيه هنا. طيب هعمل ايه؟ هبتدي بقى دلوقتي اضرب. انا خلاص كده ضربت البسلة لغاية ما تحولت لسائل. خلي البسلة دي هنا كده جنبي. بصوا انا عملت ايه دلوقتي؟ دي كانت تومية، انا جبت التومية دي وقطعتها نصين، قطعتها نصين بقشرها زي ما هي كده. التومية دي انا عايز بس اديها طعم الشاويه، فهاجي هنا هحطها كده، هعمل كده في الثانيه كمان. التوميه قطعتها نصين، انت معايا يا ابو حميد؟ التوميه دي هاخدها هحطها برضو من غير زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. الوصفات النهارده ما فيهاش دهون، طبعا استخدموا بقى طاسه غير لاصقة زي اللي انا بستخدمها دي كده، علشان ما تحتاجوش تحطوا دهون، او لو ما عندكوش الطاسة دي ولا يهمكم تعملوا ايه، هتحطوا الكلام ده في الفرن وخلاص. تعالى كده يا ابو حميد هنا. بص انا عملت ايه، اديتها شوية هتدي طعم تحميصة جميل كده، طعم شوية ممتاز. هعمل ايه بقى؟ هاجي هنا هحط هنا البسلة، تمام زي الفل. حطيت هنا البسله. اللي هعمله بقى دلوقتي، اللي هعمله دلوقتي ان انا هبتدي احط الفرخه دي زي الفل. هحط الفرخه في السائل ده. قبل بس ما ده يحصل هحط تحتيها بصل حلقات، بصل حلقات. الخلطه دي حطينا فوقيها شرايح البصل، بعد كده دلوقتي بقى هحط ورق النعناع ده. ورق النعناع ده هيختفي دلوقتي حالا تحت سطح السائل ده، وهنشوف ازاي، بس هيدي بقى طعم حلو جدا 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 كده. انا جهزته تمام. هجيب الفرخه هنا، اجيب الملح والفلفل بس، ناخد كده شويه من الملح هنا عليهم، شويه كده من الفلفل، وبعد كده اجيب الفرخه. مش محتاج ده خلاص ولا ده، جوه الفرخه. بعد كده بإيدي هبتدي أدلك، نقلب الناحية التانية، وبعدين هاخد شوية من بره، يا سلام بقى لو عملنا هنا كده ما بين الجلد واللحم، هيحسن كمان جودة الطعم جدا. انا ورقتها خلاص،
هبتدي بقى ادخل ايدي كده بملح وفلفل من جوه، مش محتاج اكتر من ملح وفلفل. فانا كده عملت ايه؟ عملت تتبيلت من جوه ومن بره، وكمان في نفس الوقت دخلت التتبيله ما بين اللحم وما بين الجلد. تعالوا كده نحطه ده هنا جدا يا امين، جدا يا حبيبي. وبعدين هاخد ده كده هحطه تحت الرجل الثانيه، زي الفل تحت الرجل التانية. طيب عشان يبقى شكلها حلو بإيدي كده هدخل الجلد اللي هايش ده. اللي أنا هعمله بقى دلوقتي، كل اللي أنا هعمله إن أنا هاخد ده هحطه في الفرن. قبل بس ما ده يحصل هاخد بس إيه شعرة صغيرة من زيت الزيتون على سطح الفرخة. هي دي كمية أو هي دي الدهون الوحيدة اللي هستخدمها في الوصفة دي. فرشة واحدة بس كده من زيت الزيتون جلد الفرخه بس كده، هيساعده في ان هو ياخد لون حلو وفي نفس الوقت طعم مقرمش وجميل جدا جدا جدا، بس مش عايز اكتر من كده. هي فرشه واحده بس، تخيلوا يعني اقل من 2 جرام من الزيت، 2 مللي من الزيت. هعمل ايه؟ هاجي هنا هفتح الفرن. خلوا بقى درجه حراره في الفرن 180، وهتسيبوا الفرخه في الفرن لمده 30 35 دقيقه، هتطلع زي الفل. فرخه كده تمام اتعذبت وبقت زي الفل. يلا بينا. كده تعال نحطها الاول هنا وبعدين نتحرك. الفرخه كده بقت زي الفل، زي ما انتوا شفتوا كده ما استخدمتش فيها تقريبا دهون خالص، هي ربع معلقه زيت عملنا بيها الوش بس عشان ناخد لون، غير كده ما احتاجناش نستخدم اي نسبه او نوع من انواع الدهون. تعال نحط دي هنا كده اهوت.